تعادل سلبي بدون اهداف بين الاهلي وانبي في الشوط الاول كلام مكرر يعني زي الماتشين اللي فاتوا، فمش هقول حاجه. فنيات هيكلموا فيها كابتننا كوفار ان شاء الله بعد الفاصل، ارجوكم انتظرون. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، شوط يعني اقل من متوسط على المستوى الفني بالنسبه للفرقتين. خلاص بقى يعني الاحساس بالملعب حتى مش موجود يعني. ما حدش واقع بيجي له كره بيفكر يبني هجمه يعمل اي حاجه. كل شكل الفرقتين ان ما فيش حد يجيب فيه جول يعني، دفاعات واقفه ورا خلينا نسلم كره ويباص باصه سليمه لغايه حدود نص الملعب. بس انبي بيلعب بالفريق الاساسي كويس، ما دي مشكله انبي بقى، دي انا مش هخش في مشكله انبي الاخر او الاسماعيلي يعني. النادي الاهلي بيلعب بثمانيه او اي فرقه بنلعبهم، اي فرقه بنلعبهم دي مشكلتهم. انما انت بالنسبه لك الوقت ده انت اللعيبه زي ما تكون بتادي مهمه هم مجبرين عليها، قرار خده اداره النادي الاهلي ان هم هيلعبوا بيهم كويس. هم بالنسبه لهم ما لهمش اي ضغوط نفسيه، ما لهمش اي ضغوط ادائيه، ما لهمش اي حاجه انهم يعملوها. احنا قاعدين نقول دي فرص ذهبيه وقاعدين نتكلم ان كل لعيب يطلع كل الحاجات اللي عنده، الفرديات والروح حتى والشكل والمحاولات والحاجات دي. شايف ان اللعيبه خلاص يمكن بانتهاء، دايما هندي اعذار بانتهاء البطوله، مش شايفين ان في حاجه مهمه قوي ان هم يأدوا بحماس ويجروا ويعملوا، خايفين يتعوروا او خايفين. لا لا، امال ايه؟ طيب بتتكلم حضرتك بتتكلم على انبي ولا بتتكلم على النادي الاهلي؟ علينا احنا. لا بالعكس، ده دي فرصه لاثبات الوجود يعني. اللعيبه حتى جمله طيب 1-2 يعني تمويها وعدي اخد خطوتين ثلاثه انقل الملعب. كل دي حاجات في الكوره، كل دي حاجات بندونها بنشوفها، الدنيا كلها بتشوفها تتفرج عليها. لو انت شايف ان عندك فرصه اذا كان جوه الاهلي او بره الاهلي او في اي حته لازم تدي الكوره اللي عندك على الاقل. فدايما بنتوسم وبنتمنى الاداء الاحسن يعني. طيب كابتن علاء اجي لك ولا نروح لكابتن اسامه على طول؟ خلاص ما عنديش حاجه اقولها والله. معلش، طب شفت الشوط الاول ازاي يعني؟ ايه اللي ناقص؟ يا ريتني ما شفته. لا يا راجل والله يا ريتني ما شفته. شويه في الاداء بالاثنين على فكره، اذا كان النادي الاهلي واذا كان ابي. شوط عشوائي بحت، مفيش اي كره فيه، مفيش اي حاجه خالص، ولا مستوى جماعي ولا مستوى فردي ولا حاجه خالص. يمكن انا قلت الاستوديو اللي فات وبعض الناس زعلت مني، لكن ده رايي يعني. فرص مش هتتكرر تاني. لو مش تثبت نفسك في الاوقات دي السهله على فكره، مفيش ضغوطات، طب انت هتثبت نفسك امتى يعني؟ يعني مش دعوه مدير فني، مش دعوه حاجه خالص. انت انت كلعيب، انت كشخص لو ما قلتش يا جماعه انا موجود وهو ممكن يبص عليا، هتجيلك امتى تاني والفرصه دي؟ مش هتجيلك تاني، فما تقومش غير نفسك. انا هو ده كلامي مش هغيره يعني. اللي ممكن يعني اللي بيتضايق ويزعل يعني هو حر، لكن انا دي قناعاتي. انا شايف ان فرص ذهبيه جت للمجموعه دي، ولحد الان مع احترامي كامل ليهم مفيش حد شافت نفسك، محدش قال ممكن ابقى موجود، ممكن لو اخدت فرصه ابقى ند اللي نجم في الفرقه او ابقى احتياط النجم الفرقه. الفرص دي مش هتيجي تاني، خلاص الموضوع انتهى تماما يا ايمن. لكن كوره ما تسالش على كوره خالص بجد، ولا هنا ولا هنا. يعني هي امبي كمان حاجه غريبه، امبي حاجه يعني تحزن كمان فريق امبي يعني. ده حاجه يعني قلنا النادي الاهلي بيلعب بثمان ناشئين، يعني النادي الاهلي الاعذار موجوده ناشئين وخلاص. طب انما امبي ده كمان فرقه حاجه غريبه جدا يعني. صحيح. لكن هو شوط طبعا ولاد جدا يا ايمن. صحيح كابتن اسامه، يعني احيانا نلتمس العذر للناشئين او لبعض الناشئين، ولكن انا على يعني بتكلم على المستوى الفني والمردود بتاع بعض اللعيبه في الملعب. يعني انا مثلا ما شعرتش يعني، انا برضو كلاعب صغير في الملعب احيانا اللي جنبي لو لعيب كبير يعني بيديني شويه ثقه ان انا العب اتحرك اتصرف كويس. انا مثلا في علامه استفهام على اداء احمد عبد القادر الشوط الاولاني، مش حسيت بوجوده في الملعب. مش احمد عبد القادر بس، لا يعني انا مثلا حسيت بوجود رامي ربيعه الوحيد. طيب. الوحيد اللي يعني ايه يعني شال اكتر من كره عرضيه، بيتعامل معاها كويس، بيلعب روح عاليه جدا، في اجتهادات من شرقيه ده شويه. أيوه. في اجتهادات من الباك رايت اسمه مثلا عبد النبي، مش انه عامل هجمات كتيره بس واقف على رجله. مظبوط. رافت خليل ده لو اصغر من السن اللي هو 2001 و2002
أزل. هو ما عملش حاجه واضحه في الشوط بس لمسه لمستين كده تحس انه عنده حاجه مزبوط. لكن غير كده هو شوط ضعيف جدا جدا. انا قلت لك الماتش اللي فات شوط ضعيف جدا دلوقتي ده شوط ضعيف جدا جدا جدا. هي اكتر حاجه بس باينه ان انت بيرتدوا عشان يعملوا زحمه قدام ال 18 ودفاع لكن ما فيش اي خطوره ناحيه مرمى امبي. بالنسبه لامبي طبعا هو اللي مسيطر اكتر هو اللي اخطر. هو صحيح ما فيش حاجه مؤثره على مرمى مصطفى شوبير ولكن في محاولات يعني في تسديده واحده من مصطفى شلبي واحده من العجوز اتشاطت وراحت كورنر واحده من ايبوكا يعني الى حد ما امبي هو اللي باين ان عنده شيء من الخطوره ومسيطر اكتر على الماتش. طبعا الولاد برده كلهم 8 بيلعبوا مع بعض لكن ما فيش حاجه واضحه وشوط ضعيف. طبعا نتمنى الشوط الثاني يبقى افضل من كده باذن الله. اخيرا كابتن بلال ايه اللي يغير الشكل الشوط الثاني؟ لا انت عندك مثلا على الدكه ما في مجموعه ممكن يكون ليها دور الشوط الثاني. المجموعه اللي على الدكه ممكن تغير اداء شويه. بص الفلسفه واضحه بتاعت سواريش ان انا مش عايز يخش في اهداف. واضح الفلسفه ده الاساس طبعا. واضح الفلسفه بتاعته يعني وهو اتكلم فيها اكتر من مره واضح ان هو بيطبقها بشكل كويس وبيصر عليها كل مباراه انه عايز يخرج بحاجه ملموسه يعني برضو المدير الفني خد بالك مش غبي يعني فاهم قصدي وعايز برضو ايه انا مش هاخد كل حاجه في الوقت الحالي لكن بس في حاجه ايجابيه ممكن اقدر اشتغل عليها او اسند عليها. هو بيشتغل على حته بيزنا حته ان انا ما اجيش فيها تنظيم دفاع جيد جدا انا يبقى عندي تنظيم دفاع كويس يبقى انا الاهلي ما بيدخلش في اهداف الاهلي بيحافظ على نظافه شباكه لمباريات كتيرة جدا وبيشتغل عليها بشكل وناجح على فكره واضح ان هو محفظ اللعيبه اللي موجودين في خط الدفاع ودي حاجه برضو تحسب للمدير الفني لما يفكر يشتغل. لكن الحاجه الاهم انك تجيب جول بقى الحاجه الاهم مزبوط. انك تكسب صح. يعني احنا بقى لنا برضو كام مباراه ما بنكسبش فانت محتاج انك تكسب النقله بقى النقله ان انت محتاج تغير برضو في يعني تغير من اللعيبه اللي موجودين يعني عندك عندك بره على دكه البدلاء يعني لعيبه كتير عندك محمد محمود لعيب كويس كناته جيده عايز تجرب النهارده زياد طارق تحطه برضو عندك صلاح محسن اتمنى لما ياخد فرصه يبقى بيأدي بشكل كويس ففي لعيبه موجوده على دكه البدلاء لو عندها روح كويسه تقدر تغير من شكل خاصه ان انت بتلعب فرقه امبي زي ما الكباتن اتكلموا بيلعبوا فول تيم بيلعبوا النادي الاهلي بيلعبوا ناشئين النادي الاهلي خد بالك صحيح. وانت عامل معاهم جيم معقول او مقبول الى حد زيهم مش افضل منك يعني هم مش افضل منك باي مرحله ممكن بيحاول يضغط بيحاول يستحوذ في بعض الاوقات على الكره لكنه حقيقه هو مش افضل منك ما اضعش فرص يعني حقيقيه للتسجيل. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي الشوط الثاني ان شاء الله لتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد نهايه احداث المباراه انتظرونا.